المناخ النهارده سياده النائب محمد ابو العنين وكيل مجلس النواب كان عنده جوله طويله النهارده داخل المؤتمر، والتقى عدد من القاده والزعماء ورؤساء الحكومات الاوروبيه والغربيه والعربيه المشاركين في هذه القمه، والتقى ايضا الامين العام للامم المتحده انطونيو جوتيريش وعدد من المسؤولين اندونيسيا بلجيكا من مسؤولين عرب اوروبيين زي ما احنا بنتابع ايضا خلال تواجد النائب محمد ابو العنين وكيل مجلس النواب، زي ما احنا نشوف كده بيصافح الامين العام للامم المتحده انطونيو جوتيريش وحوار جانبي مع الامين العام وحوار جانبي ايضا مع عدد من المسؤولين في من اندونيسيا من الدول العربيه الدول الغربيه ايضا، زي ما احنا نتابع هذه اللقطات مع السيد محمد ابو العنين وكيل مجلس النواب، يصافح ايضا رئيس وزراء بلجيكا خلال ايضا قيامه بهذه الجوله النهارده في جوله داخل، ثم قام بجوله داخل اجنحه عدد من الدول العربيه والاوروبيه ايضا، يتفقد الاجنحه النهارده ولقاءات مع عدد من المنظمين لهذه الاجنحه. عايز اقول لحضرتك العالم كله له اجنحه في القمه، قمه المناخ، وطبعا يصافح عدد من القائمين على هذه الأجنحة سلطنة عمان، جناح سلطنة عمان، والتقي النائب محمد أبو العنين مع عدد من المسؤولين عن جناح سلطنة عمان، واللي احنا كمان عاملين تقرير منه امبارح هنعرضه مع حضراتكم بعد شوية، لأنه كان في جولة للنائب محمد أبو العنين النهاردة داخل القمة وخلال مشاركته أيضا في قمة المناخ التي تستضيفها مصر واللقاءات المكثفة، وأيضا بيتابع داخل هذه الأجنحة ما يتم عرضه من الدول المشاركة واللي مشاركة بعدد كبير جدا من الأجنحة. بنتكلم على الدول العربية بالكامل، في جناح كبير جدا لدولة الإمارات العربية المتحدة، جناح كبير جدا لدولة سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، عدد كبير، ألمانيا، عدد كبير، فرنسا، عدد كبير جدا من الدول لها أجنحة داخل قمة المناخ، وتفقدها وتابع النائب محمد أبو العنين كما نتابع في جولته النهاردة داخل القمة، أيضا زيارة لعدد من الأجنحة المقامة على هامش قمة المناخ. تعالوا نتابع كمان النهاردة مؤسسة أبو العنين أيضا الخيرية تشارك أيضا في قمة المناخ. تعالوا نتابع هذا التقرير ثم أعود لحضراتكم. احنا مؤسسة أبو العنين النهاردة بنشارك في حدث كبير جدا، هو مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وده فرصة جميلة جدا لينا ان احنا نبرز دورنا في العمل الاهلي التنموي. مؤسسة أبو العنين اكتر من 40 سنة في العمل الاهلي التنموي، احنا شاركنا من بداية تكوين التحالف، احنا من اولى المؤسسات اللي شاركت التحالف في تكوين التحالف، وده دورنا تجاه المجتمع ان احنا نقدم مساعدات للمجتمع كله، واحنا بننظم قوافل مع التحالف برضو بتلف مصر كلها في نفس الوقت اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، احنا بننظم قوافل مع التحالف بتلف مصر كلها من اسكندريه لاسوان، وفي نفس الوقت بنعمل حملات توعيه برضو بنعرف الناس والمجتمع ايه اهميه ان احنا نحافظ على البيئه وازاي نحافظ على تغير المناخ، لان ده هياثر علينا كلنا كمجتمع مدني. اصلا التحالف الوطني بالنسبه لهم هي فكره جديده، انه فكره ان المؤسسات دي كلها بعد ما كانت في نطاق يمكن بيغلب عليه تنافسيه يبتدوا يشتغلوا مع بعض بشكل من التنسيق المباشر. احنا كل المؤسسات النهارده بتتنحى او بترجع خطوه الى الخلف، وبيبقى اسم مصر هو اللي بالنسبه لنا الاساس، وجود التجربه، عرض التجربه، جهود المجتمع المدني، الاحتفاء بالناشئين 22 عام المجتمع المدني، هو ده الاساس اللي كلنا النهارده جايين نشتغل عليه. طبعا وجود الزوار الاجانب وحتى من الدول العربيه الشقيقه، التجربه بالنسبه لهم ملهمه، انه احنا ليه ما نفكرش نطبق نفس التجربه دي عندنا في دولنا، ان يكون في نوع من انواع التنسيق والعمل التشاركي من مؤسسات المجتمع المدني عشان نطلع بنتيجه افضل. احنا في جمعيه الاورمان مشاركين النهارده في مؤتمر المناخ بمستشفى شفاء الاورمان، مستشفى شفاء الاورمان في الاقصر، هي مستشفيتين، مستشفى لسرطان الكبار ومستشفى لسرطان الاطفال. الحمد لله قدرنا نحصل على ان احنا نكون اول مستشفى خضراء في جمهوريه مصر العربيه. عملنا اول حاجه مفرمه، جهاز فرم وتعقيم نفايات الخطره وتحويلها الى نفايات صالحه في كوقود في مصانع الاسمنت الموجوده في الصعيد. عملنا محطه طاقه شمسيه، وفرنا مبالغ كبيره جدا سواء من محطة الطاقة الشمسية اللي احنا عملناها وهنفتحها ان شاء الله خلال اسبوعين، هنعمل محطة كمان ان شاء الله خلال العام القادم. 23 مؤسسة من مؤسسات
قاعدين على ترابيزه واحده بيحاولوا يشوفوا يعملوا ايه انهم يساعدوا البلد في الفتره الجايه، ودي احلى حاجه حصلت لنا. كلنا هنا مشاركين، عايزين نعرف الناس اكتر عن المؤسسات بتاعتنا، عايزين نطمن اهل بلدنا، عايزين كمؤسسه بهيه. وده اللي احنا بنعمله، ان احنا الحمد لله التحالف ساعدنا ننزل في مناطق كتير جدا، انتشرنا، بنعمل دروس توعيه ازاي نطمن الست انها تيجي تطمن على روحها من مرض سرطان الثدي. فكانت طبعا فرصه هايله ليا ولكل المؤسسات ان احنا نقدر نشارك في كاب 27 الحمد لله. المؤسسه العربي من ضمن كيانات التحالف الوطني، تمام. احنا المؤسسه العربي الانشطه بتاعتها بتتمثل في التكافل الاجتماعي وفي الصحه وفي التعليم وفي التنميه المستدامه. احنا النهارده مشاركين في قمه المناخ، عندنا نشاط اللي هي انشطه التنميه المستدامه اللي هي توفير المياه النقيه، مياه الشرب، وعندنا مثلا الطاقه الشمسيه، وعندنا وحدات البيوجاز. احنا النهارده بنعرض الملف بتاعنا الخاص بمشروعات المياه. احنا اشتغلنا في 3 محافظات لتوفير المياه في الاماكن اللي هي مش ما فيهاش مياه. بالنسبه للتغير المناخ والحاجات اللي احنا لينا علاقه بيها، زي ما قلت اللي احنا لينا علاقه بالمتطوعين، فالاورجنايزرز اللي موجودين الالف متطوع او الالف اللي موجودين بينظموا، في جزء من متطوعين صناع الحياه موجودين من ضمن الالف اللي بينظموا الكوب 27 من ضمن الشباب. الحاجة التانية، احنا عندنا 3 مبادرات شغالين فيهم ليها علاقة بالبيئة. أول مبادرة هي مشروع اسمه يوني جرين، ده ممول من الاتحاد الأوروبي، إن احنا مع 10 جامعات مصرية و30 أستاذ جامعي بنعمل منهج. المنهج ده فكرته الأساسية إن هو يتدرس في الجامعات المصرية، في 10 جامعات في الجامعات المصرية كلها، بحيث إن هو يوري الناس بشكل مبسط لطلبة الجامعة الحاجات المنهج، يعني ازاي التصدي لتغير المناخ وازاي ان هم يتفاعلوا مع كده. جايين نعرض كذا ملف اوريدي اشتغلنا عليهم سواء في المؤسسه او في المستشفى. من اولهم اول سيستم اشتغلنا عليه في المستشفى هو السيستم الذكي اللي بيربط كل المستشفى ببعض، وبيربط اي اماكن مش شغاله بيطفي فيها كل الحاجات، بتقلل جدا من البصمه الكربونيه. ابتدينا نشتغل ان كل الميه اللي خارجه من اي مبردات في المستشفى بتتعالج بمواد كيميائيه بنقدر نستخدمها تاني في الري. واخر حاجه طبعا الملف الاكبر اللي احنا شغالين فيه في المؤسسه هو الملف اللي شغال على اعاده تدوير البلاستيك، والحمد لله وصلنا في حتت كويسه جدا. تطرح الدولة المصرية 13 مبادرة في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، من بينها حياة كريمة بإفريقيا والانتقال المستدام للغذاء والزراعة وما يختص بالعدالة الاجتماعية. وتأتي مشاركة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في كوب 27 لإطلاع آلاف المشاركين على التجربة الإنسانية المصرية الاجتماعية العادلة.